مرحبا جميعا. فيديو اليوم انا راح اتكلم عن مشكلة اللي هي انه ليش الببغاء بيعض، شو هي الاسباب وكيف الحل، يعني كيف الواحد بيحل هذا الموضوع. طبعا مثل ما شفتوا انا بلشت سلسلة جديدة اسمها لغة الببغاء وكيف الواحد يفهم الببغاء. الهدف من هاي السلسلة راح احكي انا عن كل المشاكل وكيف المربي بيقدر يلاقي لها حل او ممكن يتجنبها. في اكثر من نقطة مهمة. طبعا اول حلقة كانت بهي السلسلة كانت عن فرق بين الحيوان الصيد والوحشي والببغاء الاليف، لانه ماضي ليش تكلمت عن الموضوع، لانه كل ما بدك تحل مشكلة لازم ضروري تعرف انت ماضي الببغاء وطبيعة الببغاء، اذا كان وحشي ولا اليف ولا كان صيد، له طريقة لحتى تعامله شكل وله نمط تفكير شكل. طبعا المبدأ واحد لكن في تفاصيل صغيرة، والهدف انا بهي السلسلة انه كل مربي يقدر يحل هاي المشاكل ويقدر يعتمد على حاله بهاي الامور. راح نبدأ بهاي المشكلة. اول شيء مشكلة العض، فبدي اقسم انا لقسمين، اذا كان ببغاء صيد ولا اذا كان ببغاء اليف. اذا كان الببغاء صيد، فالببغاء الصيد اذا عض فبيكون نتيجة الخوف، فدائما الببغاء الصيد لما راح يعض راح يكون اما بنتيجة الخوف، يعني اذا حصرته بزاوية معينة او ازعجته كتير. انت تربطه بالضبط انه هي عض بنتيجة الخوف او عض نتيجة الازعاج، راح يكون في لغة للجسد، فبتلاقي راح ينفش ريشه، راح ينبهك، راح يحاول يقلص مثلا حدقة العين، اذا كان مثل ببغاء الكاكاتو راح يحاول يوقف العرف تبعه. يعني في كتير مؤشرات بلغة الجسد ممكن تنبهك انت وتحذرك قبل ما الببغاء يعض. فهون الببغاء مثل ما قلت لكم بيكون عن نتيجة الخوف، فهذا له حل. الحل هو نيتك مثل ما تكلمت انا بفيديو سابق انه كيف تتعامل مع ببغاء غير اليف، بحيث انه اول شيء تروض الببغاء قبل ما تدربه. في فرق بين الترويض وفي فرق بين التدريب. الترويض لما بتكون ببغاء غير اليف انت بتكون بتخليه يصير اليف، يتعود عليك، يتعود على البيت، ما بقى يخاف، ما بقى يعض، هذا عبارة عن ترويض. وبين التدريب هو تعليمه الحركات وتعليمه الخدع مثل الطيران الحر، يطلع على الايد، بعض الاوامر وبعض الخدع، هذا اسمه تدريب. طبعا كله حكيت فيه انا بسلاسل موجوده بقائمه التشغيل اسفل الصفحه الرئيسيه بالقناه، راح احطها انا بالرابط. فانتهينا من موضوع ببغاء الصيد، نجي على الببغاء اللي هو الغر او الببغاء الاليف. طبعا هون الموضوع بيطول شوي، لانه الببغاء الاليف واللي هو اللي بيكون ببغاء الغر اللي انت غريته بالسترنج، اول ما بيكون صغير بالعمر فبيكون ببلش بيعض عن طريق الهدف هو الفضول، فهو بيحب يستكشف الاشياء فبيقوم بيعض، بتكون نقرة خفيفة بداعي الفضول لما بيكون صغير بالعمر. فالاصابع هي تعتبر شيء من الاشياء كمان اللي بيحب يستكشفها واللي بتصير فضول الببغاء، لان الببغاء هو بطبيعته فضولي. فبعد فتره من الزمان بعد ما هو يكون اصبعه ويكون نقره كثير خفيفه ببلش بقويه اكثر. فلما بقويه اكثر هون ممكن المربي يخطو خطا مثلا، يطالع صوت انه يتالم وكذا، فيقوم الببغاء دقيق الملاحظه وذكي جدا بيربط بسرعه، بيربط هذا الصوت الحدث اللي صار فبيعتبرها مثل لعبه، فبيبلش بيعض، بيرجع ببلش بيعض، ببلش بيعض. فهون لازم ينتبه المربي للموضوع، لانه اذا ضل كل فتره بي 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 يعني يخاف من الببغاء ويضل يطالع هالصوت وكذا، رح يعزز عنده فكره العض، وبالتالي لحتى انت تزيلها بدها تصير عاده، وبده يصير لحتى انت تزيل تبطل هاي العاده بدها تصير صعبه جدا. فهي هي اول طريقة. الحل طبعا انه بالبداية لما بيقوي وكذا انه تعمل حالك انه انت ما يعني ما تعمل اي ردة فعل، فهو بالاخير رح يمر ورح يبطلها، وتحاول دايما مداعبة منقار الطائر بحيث انت نيتك تلهيه عن العض. فهي اول مرحلة من مرحلة العض. ممكن المرة الثانية انه لما الببغاء بيعدي بمرحلة المراهقة، فبيكون هو انه هون تبدأ شوي شخصيته بيحب يتمرد، فلحتى يتمرد تعرف انه هو بيعيش بجماعات، فهو طابع اجتماعي، بيعتبرك انت فرد من افراد السرب تبعه، فبيحاول وقت معين انه هو يستلم القيادة، يعني او هو بده يتمرد، ما بده يسمع الاوامر، بده يشوف يعني انت ايش بده يطلع معك. فهون الحل يكون نيتك انت تعلم الببغاء الانضباط، كمان حكيت عنها بفيديو، تعلم الانضباط. اهم شيء اول قاعدة تعلمه انت انه يطلع على اليد، فتعلمه بعد الاوامر، فهيك
هو راح ترجعه يعني لمحله، وراح يفهم ويفهم انه انت اللي بتعطي الاوامر، ويعرف ترتيبه ويحترم هو هاي العلاقة يلي بينك وبينه. فهاي الاسباب. احيانا ممكن الببغاء يعض انه في حال، وكمان لاقيه بالببغاء الوحشي او شيء، اذا انت مثلا تعلم هو يطلع على الايد وهيك، وانت اجا ضيف او اجا حدا ما بيعرف يعني ما عنده خبره مع الببغاء، بيقوم بطريقه خاطئه بده يحاول يطالعه على ايده، وبيخاف بيقوم بيرجع لورا، بيرجع بيقدم لقدام ايده، بيرجع بيخاف بيقوم بيلبك الببغاء، فالببغاء بيصير ما بيعرف يعني، بده شوي شوي بيتلبك، فهو بيحاول يتمسك اكثر لحتى يشوف اذا المكان ثابت امن يطلع ولا لا، او نتيجه كل الازعاج. في اكثر من سبب ممكن تخلي الببغاء يعض. الفكرة اللي حابب أوصلها هي إنه في علاقة بين عض الببغاء وعدم انضباط الببغاء، فإنه أنت إذا علمت الببغاء الانضباط راح تحط كتير مشاكل، ومنها تحل مشكلة العض عند الببغاء. راح أعطيكم أكثر من مثال. مثال إنه الببغاء إذا ضل أنت تركه عايش بفوضى، ما في وقت معين، دايما برا القفص، فبيقضي اغلب الوقت برا القفص، فطبيعي جدا وقت اللي بدك تيجي انت مثلا بدك تطلع من الغرفة او بدك تطلع من البيت، بدك ما بتأمن تعيفه هيك فوق القفص، بدك تحاول تدخله جوا القفص، فلما بدك تيجي لتدخله جوا القفص هو طبعا مبسوط ومكيف ومتعود، صار له فترة طويلة فوق القفص، راح يحاول يقاوم، واذا اصريت راح يحاول يعضك، وإذا تركته لسه هون أسوأ، فبتكون تعززت عنده هذا السلوك، فبيصير خلص كل ما بدك تدخله بيصير هو بيعضك. فهذا أول مثال. مثال تاني كمان إنه الببغاء لما بتعيفه أنت طول الوقت واقف على كتفك، فبتتفتل في البيت دايما على كتفك وكذا، طبعا انت مبسوط وهو مبسوط، بس على المدى الطويل هو راح يستأنس وراح يتعود، راح يحسب هذا هو مكانه الطبيعي، وبس بدك كمان انت تحط تطالعه على ايدك او ترجعه على قفصه كمان راح يتضايق وراح يحاول يعضك. هون كمان فتنا موضوع تاني، انه كمان على المستوى انه حلو تحطه على الببغاء على كتفك مره مرتين ولوقت قليله، بس انه تعوده انه هو دائما يصير على كتفك، هون راح يدخل بشيء تاني كمان تكلمت عنه بفيديو سابق، انه في ترتيب عند الببغاء، فتلاقي انه القائد دائما بيكون اعلى من بقيه السرفه بالشجره والاقصان، بتلاقي دائما الاقدم واللي مستلم القياده هو بيكون بالاقصان العليا، وحتى اذا كان عندك مثلا جوز وفي عنده فراخ وعندك انت اكثر من مجسم، راح تلاحظ انه الاهل دائما راح يحاولوا يوقفوا هن دائما اعلى من الفراغ، فدائما انت ممكن من تدقيق شوي بالسلوك تعرف انت لمين القياده، فخصوصي هاي الشغلات كمان ملاحظها بانواع اكثر من انواع. فهون المشكله انه الواحد اذا ما عنده خبره، واذا نقى انواع مثل الكاكاتو ولا انواع تانية تكون كبيره الحجم، العضه بتسبب اضرار كتير كبيره. فهدول هن المثالين لبس ابين اهميه الانضباط، واربط كيف عدم الانضباط بالعض. طبعا ايش بقصد بعدم الانضباط؟ عدم الانضباط يعني انه اترك الببغاء بدون برنامج معين، يعني دائما برا القفص، واحيانا اعيفه 3 ساعات جوا القفص وباقي الاوقات برا القفص، احيانا العب معه واحيانا ما العب معه، ما كتير انا بعطيه الاوامر تبع الصعود على اليد وغيره، ما بعطيه مثلا لحصص تدريب. في أمثلة كتيرة يعني صعب الواحد يعدها. من بعض كمان الأمثلة اللي ممكن الواحد يشوفها هي إنه ما في وقت معين للنوم، يعني مثلا إنه مثلا ممكن أطفي الضوء مثلا الغرفة اللي فيها القفص الساعة 8 ينام الساعة 8، ثاني يوم ينام الساعة 11 بالليل، ثالث يوم ينام الساعة 1 الصبح وهكذا. لا، لازم يكون في انتظام بوقت النوم، لازم يكون في انتظام بوقت للعب، لازم يكون في انتظام لفترة الخروج الصباحية، خصوصي الصباح لازم هو يطلع من القفص ويفرفد جناحاته، بيكون هي فترة نشاط بالنسبة له، فهي الفترات ضرورية جدا، كمان رح أحكي فيها بعدين. طيب ممكن هلأ واحد يتساءل يقول طيب أنا إيش علاقة تنظيم نوم الببغاء بتعليم الببغاء الانضباط بالعض؟ طبعا الانضباط والعض شرحت قبل، لكن تنظيم النوم كمان الفكرة فيه بأنه أنت لما بتنظم له للببغاء وقته، وبتحدد له بأي ساعة بده ينام، وبتحدد له بأي مكان راح ينام، وبتحدد له بأي ساعة راح يطلع ويخرج من القفص،
وبتحدد له أوقات التدريب، وأنت اللي بتعطيه المكافأة، وأنت اللي بتدرب الببغاء، وكل هالأمور هاي تعطي بتوصل فكرة للببغاء. أنت طبعا عم تعلمه الانضباط، بتعلمه النظام، بتوصل له فكرة بأنه أنت اللي عم بتدير أموره اليومية، أنت عم بتدير أموره الحياتية، هو تابع لك، أنت أعلى منه، وبالتالي أنت اللي فارض السيطرة عليه، وأنت قائد السرب. فهاي هي الفكرة. فهذا هو فيديو لليوم، إن شاء الله يكون فيديو عجبكم. إذا عجبكم اعملوا لي سبسكرايب لحتى يصلكم كل شيء جديد، وشكرا كثير لكم.